مرحبا بكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. إذن اليوم يرافقني في هذه الحلقة اللي هي دين المعاملة. الإنسان لما يخلقه الله عز وجل يخلقه على الفطرة، ويظن بأن ميشيل أو كلود أو كذا يدير هذا الشيء، هو لا، ميشيل وكلود ما يديرش هذا الشيء. وهذا التقليد الأعمى الذي وصل إليه أبناؤنا وشبابنا. كما التعبيش على الطفل تاعك داخل البيت أكيد راح يجينا بنتائج جد سلبية من الخارج. هذا هو المشكل العويص المطروح اليوم في مجتمعنا، خاصة المجتمع الجزائري المسلم. حصتكم الأسبوعية ولدنا تحت جناحنا تأتيكم في شهر رمضان بمواضيع خاصة كالمعتاد. هذه المرة موضوع حسن المعاملة، رح نتكلموا كيفاش نربي ولادنا على هذه القيم، وخاصة على كيفية تربية ولادنا على القيم وعلى مكارم الأخلاق. إذا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا عبر صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. استنونا في الأسبوع المقبل. كل الرحمات وأجر زيادة. رمضان 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 جاء، الله هلال في السماء. رمضان 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 جاء.